يتوقف اللسان أحياناً عن الحديث لتبادر لغة العيون بإكماله، فهي الجزء الأساسي من أجزاء الإنسان والأكثر أهمية وقدرة على معرفة الأشياء من حوله والإطلاع على ما يجري وكسب المعلومات، حيث يكون العيش بدونها صعباً للغاية، إذ يتوجب الحفاظ على العين من الأحداث والعوارض الصحية الطارئة التي تتعرض لها. وفي ذات السياق، تصاب العيون بعدة أمراض مزمنة ومتفاوتة الخطورة، ولعل مرض الماء الأسود أحد تلك الأمراض التي تهدد نعمة البصر بالزوال، وهو مرض يصيب العيون ويسبب ارتفاع ضغط سائل العين، حيث يمكن أن يصيب عصب النظر المسؤول عن إرسال المعلومات إلى الدماغ بالتلف، وذلك بحسب المصادر الطبية. هذا ويسمى مرض الماء الأسود الذي يصيب العين بسارق النظر الصامت، حيث يتسبب بفقدان البصر بشكل نهائي، مما يسبب بعد ذلك حياة صعبة ومزعجة للإنسان ما لم يلجأ المصاب إلى مراجعة الأطباء من ذوي الخبرة والعلمية للوقوف على أسباب المرض وللحد من تفاقم حالته الصحية لتلافي فقدان نعمة البصر العظيمة. لبرنامج اسأل طبيبك، أمجد الكبيسي.